بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اهدنا ورغبنا واجعلنا من خير الأنام. اللهم ابسط لنا رزقا حلالا وزدنا علما نافعا ننتفع به ونعطيه لغيرنا ابتغاء وجهك الكريم يا حنان يا كريم يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته في باب القسم، لم يجد أحد من خلق الله ما يشبه عالم القسم عند الله في القرآن العظيم. وأنا أذكر لكم بعض المواقع ورد فيها القسم، القارورة الشعري والأدبي، وصول أدبي متراول إلى سبيل إلى الاعتراف بأن القرآن هو من الموروثات. ليس هناك موروثات، القرآن والسنة هما من الوحي فقط، وعلوية الوحي لا جدال فيها. لذلك لا تجد فيما أتت به الأوائل والأواخر ما يماثل قيمة الجمال والقدر الأدبي لما ورد في باب القسم منها. هو الأمر الكبير، لكن أعاونكم شوي. يعني تلقى ما يشبه السجع، يعني تلقى فصول من الكلام ينتهي كل فصل منها بحرف معين من الأول إلى آخر الكلام مثلا. لكن رب يقول مثلا في سورة طه، طه وقسم باسمه سبحانه وتعالى وباسم رسوله عليه السلام، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وبعد نجم نلقاه كذلك البسملة، الرحمن الرحيم، هذا متقارب الحروف. أو هنا يجي النون، يجي النون في لفظ الرحمن، ويجي الياء في لفظ الرحيم، مالك يوم الدين. كذلك نجد سورة قاف، قاف القرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كذلك نلقاو سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هنا اقتربت الساعة، هو قسم لأنه الله أورد إلينا حقيقة هي اقترب الساعة وجاءت أشراطها وانشق القمر. وقلنا تحدثنا عن انشق القمر، هو ظاهرة حدثت أثناء تحدي المشركين لنبينا عليه الصلاة والسلام حين أرادوا تعجيزه بقولهم أرنا كيف تشق القمر، فانشق القمر بأمر ربي. وقلنا الآثار لحد الآن موجودة ودائمة حتى نهاية ما قدر الله. كذلك سورة الفجر، والفجر وليالي العشر، قيمة الليالي العشر حاجة كبيرة، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم ذي حج الذي عقل متميز برجحته. كذلك ربي سبحانه وتعالى سورة الفجر، كذلك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. كذلك إيراد هذه المعلومات هو في مثابة القسم، لأن الله أعطاها قيمة فولت شابه قيمة القسم، لأنها هي حقائق ربانية ربي تكرم علينا بنشرها في القرآن العظيم. والكلام يطول، نسأل الله السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربع